نروح نشوف أكثر الفرق صناعة للفرص خلال الجولات الأربع الماضية. أربع جولات أسدل الستار على فصولها من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتفاوتت المستويات خلال المباريات المنقضية بين 16 ناديا، كما اختلفت الحصيلة التهديفية التي حققها كل فريق، حيث نجح البعض في ترجمة الفرص التي أتيحت له لأهداف فيما أخفق الآخر. فرص عديدة سنحت لمهاجمي بعض الأندية، والتي لو قدر لها أن تنتهي في الشباك لكان حالها أفضل مما نشاهده عليه اليوم، لا سيما في سلم الترتيب. وفي رصد بسيط لأكثر الفرق التي صنعت فرصاً بعد انتهاء الجولات الأربع، نجد أن النصر الذي يحتل المركز الثالث عشر يعتري قائمة أكثر الأندية صناعة للفرص ب57 فرصة. فيما يتشارك في المرتبة الثانية المتصدر الهلال والوصيف الشباب، واللذان صنعا 48 فرصة في أربع لقاءات سابقة. ثالث أكثر الأندية صناعة للفرص حتى الآن صاحب المركز الثامن في الترتيب فريق الاتفاق الذي يملك 47 صناعة. وتشهد المرتبة الرابعة من القائمة تواجد متذيل الترتيب العين، الذي تمكن لاعبوه من صناعة 41 فرصة، لكنها لم تنجح في حصد أي نقطة لهم حتى الآن. فيما يتقاسم المرتبة الخامسة في القائمة الفيصلي الذي يأتي في المقعد الرابع دوريا، والوحدة صاحب الترتيب الرابع عشر، واللذان صنعا مع نهاية الجولة الرابعة 39 فرصة أمام خصومهم.